نبقى في شأن المغربي. وفي المجال الأمني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت أمس من حجز 7 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وتوقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة خفيفة بمدخل مدينة الدار البيضاء، فيما تم توقيف المشتبه فيها الثاني بمنطقة عين سبع، وقد تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.